سلام المسيح معكم مشاهدينا، تحية محبة من برنامج الكلمة عبر مرسات ونور الشرق. منذ بداية الانطلاقة لجيوش الجزيرة العربية كان الحوار والتبادل بين المسيحيين والإسلام، سواء بين مفكر ومفكر أو إمام الخليفة نفسه، يوحنا الذهبي الفم، أبو كرة الطبراني، الجاحظ، أبو الحاتم الرازي الطبري إلى آخره. هالحوار ما توقف حتى بأصعب العلاقات بين المسيحية والإسلام، ولكن يجب أن ننتظر بداية القرن العشرين مع بعض الحريات بالشرق واللقاءات المتعددة على جميع الصعد. كل واحد يقدم نظرته، ولكن تبين أنه بالجدل على مستوى العقيدة بيبقى كل واحد بموقعه، خصوصا بالنسبة ليسوع المسيح ابن الله يلي صلب مات وقام. أما بالغرب فالدروس المسيحية عن الإسلام والإسلامية عن المسيحية عديدة جدا، لأن ما في عائق بيوقف البحث بهالبلاد. أما بلبنان فراح الحوار بشكل خاص على مستوى الممارسات العملية من الصلاة والصوم والصدقة والرحمة والعدالة، ولكن بيبقى الحوار حيث بعيش المسلم بقرب المسيحي، خاصة بالمدارس، إذ يمكن أنه يصلي الواحد مع الآخر الصلاة ذاتها من الكتب المقدسة بالديانتين. هالشي بيبقى على مستوى بشري وبيصعب عليه يصيب الهدف يلي بريده الله إذا ما كان فيه المحبة. إذا وجدت المحبة كان اللقاء، أما إذا طال البغض والحقد والكراهية والتجاهل المتبادل والعصبية، الحوار ما بيوصل إلا للموت. وحدة المحبة والله محبة بتوصل للحياة. العلاقات المسيحية الإسلامية هو عنوان حلقة اليوم من برنامج الكلمة مع المونسينيور دكتور بولس الفغالي، دكتوراه لاهوت ودكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسينيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مونسينيور، لما عطينا عنوان الحلقة إن العلاقات المسيحية الإسلامية، حضرتك حددت نص إنجيل متى الفصل 4، وانطلقنا يمكن من الجملة يلي بتقول أنه المسيح كان يسوع يسير في أنحاء الجليل يعلم في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. وهنا ورد بعض الأسئلة من المشاهدين أنه شو علاقة هالنص يلي هو متى الفصل 4 والآية، هيدي الآية تحديدا، بعنوان العلاقات المسيحية الإسلامية. هالمقطع الرائع مثل ما قلتي بمتى 4:23 وما يلي، هو انه يسوع ما بقي بمنطقه محصوره ضيقه. المسيح بلش بانحاء الجليل، بعدين راح ابعد، وصلوا على صيدا وعلى اورشليم واليهوديه، المدن العشر. المدن العشر يعني كان في المدن فيلادلفيا، دمشق إلى آخره. الكلام الأساسي اللي بنحكي عنه رح نوسع بعد شوي، هو إنه ممنوع إنه ننحصر بمنطقة، ممنوع ننحصر بفكرة، ممنوع ننحصر بنظرة. كل إنسان بيحصر حاله بيشبه المي، المي خليها بلكن وما تحركيها، نتيجة بتخمخم وبتطلع ريحتها. وحبيت هالشدد هوني كيف انه يسوع ثلاث كلمات: يعلم، يبشر، يشفي المرضى. اول شيء يعلم، لانه هوني يعلم. يسوع دخل الى عالم يهودي، ولكن عم بيعطيه، عم بيفتحه آفاق جديدة كليا. قلناها من اول حلقة: قيل لكم، اما انا فاقول لكم. فتح الشريعة، فتح الأشياء القديمة، وسعة جدا جدا. ها أول شغلة. الثاني شيء يبشر. العلم شيء والبشارة شيء تاني. فيي أنا علم سياس، بعلم ماتيماتيك، بدي كيف بعلم، بس البشارة بكون عم خبره خبرية تدق له بحياته، تغير له حياته. هذا البشارة. بشارة يعني عم بشر. اليوم تكون مرة بتولد، بيجي ولد صبي أو بنت، عن بشرك صار في تبديل بالحياة. وهون الإنجيل اللي هو بشارة
كلمة إنجيل يوناني بشارة، يعني هوني في الخبر المفرح، ايه؟ الخبر السار اللي بده يغير لنا حياتنا. ولا هيدي هم بده يغير، لأنه هون نظرة جديدة كثير من هاي مثلا الشعب اليهودي. لما صار في وقت اتخاذ الموقف رفضوا، مع أن بشارة حلوة، مع أن إنجيل رفضوه، لم يؤمنوا. بقول يوحنا وآخر شيء يشفي المرضى. هلا هون في شفاءين، في شفاء أول الجسد، الجسد، بس الشفاء الثاني أهم بكتير، لأنه في كتير ناس اليوم بالقرن 21 في كتير ناس هني مريضين، مريضين بألم، بضيقة، بنفسيا، عاطفيا، بين الرجال ومرته. بشو عم نسمع أشياء، وانت عم تسمع مقال أكتر، دايش في أشياء كتيرة. يوم المسيح جاي بقول إشعيا وبيقول متى أخذ أوجاعنا وحمل أمراضنا. هذا هو أساس كل هالشي هذا. وهلأ نحن إذا بدنا نحكي وبدنا نعمل حوار، إذا فيش يعلم يبشر ويشفي حديثنا ملوش طعمة أبدا. فإذا في قضية تعليم، كلنا سواء عاوزين نتعلم، كلنا سواء عاوزين، لأنه حوار إسلام مسيحي. أنا أعطي المسلم البشرة الحلوة، أعطيه الخبر الطيب، وهو كمان يعطيني الخبر الطيب. من هاد أنت مقدمتي كانت رائعة، وشددت كتير على المحبة، رح نحكي بعد شوي عنها، بس كتير مهمة. إذا اليوم هالمحبة هي بتعلم تبشر وتشفي. نعم. طيب أبونا، خلينا نبدأ بتحديد الحوار لحتى نعرف عن شو عم نحكي. ما المقصود لما بنقول الحوار الإسلامي المسيحي؟ شو المقصود؟ ايه. أول شيء الحوار بياخد كلمة بالفرنسية كتير قوية، ديالوج. ديالوج يعني الكلمة تأتي منك إلي، ومني أنا إليك. هذا أصل أول شيء. فإذا الحوار بده يكون فيه إخد وعطاء، وهذا أساسي كليا. أنا بحكي وأنت بتحكي، كل واحد بدوره. هلأ في ثلاث أمور. أولا بس في حدا بده يسمع كمان، يعني أنت بتحكي وأنا بسمع، يمكن بعدين أنا بحكي وأنت بتسمع، يعني إذا بدك الحوار. إذا بدك إيه بالحوار عندنا أول شيء أني أنا واحد عم بيحكي، هذا أول وهبه. هلأ الثاني بده يسمع، والسماع في أشياء عديدة. في مرات نسمع بأشياء داينة مش بهم، يعني أخلي يحكي شو بده منه، هيدي مأكرب تسوى. في مرات بنسمع مع تفكير مسبق ونظرة مسبقة، شو بدي قلي عن ديانته بس، شو بدي قلي عن نظريته. هيدي اثنين. ثلاثة، السماع بده يكون سماع المحبة، يعني أنا عم بسمعك أو أنت عم تسمعيني، إذا ما في محبة مع بعضنا لا يمكن يكون حوار. والمحبة هي احترام، أول شيء احترام، مينك أنت أو مينك أنت، احترام. بعدين المحبة بتعلمنا الحرية، بقدر ما أنا أكون حر أنت بتكوني حرة، وبقدر ما أنا أكون عبد بتصير عبدي. شو بقول المثل؟ بقول العبد بيعمل الناس عبيد، الكبير بيعمل الناس كبار، الصغير بيعمل الناس الصغار، المحب بيخلي الناس يحبوه، المبغض بيحط البغض ولو ما قال، بيبقى من تمه ومن عيناي عن يطلع البغض. وكتير أهم شيء هي الحرية. ليش الحرية؟ لأنه اليوم أنا مثلا بعطيك مثل صغير بالمدرسة، أنا عندي طالب مثلا صعب شوي، في إصفة وكف عاد هوني بيعاد هوني قلصت الخبرية، شو عملنا؟ ما عملنا شيء. بينما اليوم بدي أعمل حوار معه، وهذا الحوار بدي أتركه يفتح قلبه وأنا بدي أفتح قلبي، وهيدي كتير مهمة يعني. وقضية الحوار شغلة طويلة، شغلة طويلة. سهل بالأيام عم بيحكوا عن أوروبا وأوروبا المتحدة، لازم يتذكروا الناس أنه أدينور ألمانيا وشو اسمه ودوغول فرنسا وإيطاليا نسيت شو اسمه، 40 اجتماع تقدروا دخلوا مع بعضهم. نحن مستعجلين، يلا هاي بكان تعملوا الحوار نفس طويل.
بدي امشي مع الاخر احترمه، احترم حريته، ممنوع الاكراه، ممنوع العنف، ممنوع العياط، كل هالاشياء ممنوعه حتى يكون حوار. حوار ساعتها شو عندك غنى بيغنيني وشو عندي غنى بغنيك. يعني هون حسب مسنيور كيف الواحد بيكون جاي على الحوار، يعني اذا عنده هالحريه انه يكون هو عم ينفتح على الاخر وبده يعني يستفيد من الاخر او بده يغير الوضع. بس هون يمكن بلبنان بصير في طاولات حوار، ولكن كل المجتمعين بيكونوا محسوبين على اشخاص فبدهم يرجعوا لهم، يعني ما عندهم الحريه انه يكونوا هن عم بيقرروا انطلاقا من هالحوار. ايه اللي عم بيصير شغله واسعه جدا. نعم ما راح نفوت فيها، هو بس مهم في جدا ملاحظه ايه. فقط. لا معك حق، كثير حلو الملاحظه الهون. شو مهم اليوم بالحوار؟ اليوم بالحوار مش اني انا بدي اغلبك، انا بدي ركعك. فهمتي كيف؟ او بدي اقنعك بفكرتي، يعني انه خليك تامني. لا تقنيع بعد حلوه التقنيع ايه، بس انا غلبتك. فهمتي كيف؟ ركعتك، فهمتك مينك انت، عصرتك، دعستك اذا بدك. فهمتي كيف؟ اليوم لو اني بس بدي انعك وشدات انعك بعد نوعا ما مستوى العقل بعد مقبوله. هلا بعض مرات واحد شخصيته قويه، وهذا كلامك انت مأكد، شخصيته قويه بيصير بده بذكاء وبيفهمه يركع هديك، وهيدي معك حق بالبيه بيه. بس اليوم انا ما مش مجبور، مش طالب مني اني افرض رايي على الاخر، ركعه وفهمه انا مع حق وانت ما بتفهم شيء والى اخره. شفتي كيف؟ نعم. يمكن هو الهدف مسنيور مش انه انعك بفكرتي او خليك تقبلها، قد ما انه يعني تقبل تحترم فكرتي، يمكن بهيدا الاطار. انه يعني ما راح يصير انا يمكن فكر مثلك، بس بتصير انت انه بتفهم انا كيف عم فكر من خلال هالحوار وبتقبلها. لو بقيت انت على فكره ما صرت ما اعتمدت على فكرتي انا، يعني ما غيرت رايك. او الحوار هو مشوار نمشي مع بعضنا، كثير مهمه نمشي مع بعضنا. لا بدي مشيك على دربي ولا بدي انا بالعكس إيه. نعم. بس وين هو العظمه؟ لانه الحقيقه، وهيدي اساس لما بقول انا الحقيقه كلها معي انا ما في حوار. لا بتقول الحقيقه كلها معك انت، وين الحوار؟ الحوار اثنين سوا مشي. فهمتي كيف؟ لانه الحقيقه قدامنا، والحقيقه بالاخرى هي الله. هي الله. فقالك شغله صغيره مثلا، اليوم لما اللي انا بروح عند حبيس مره، قلناها بس بحب اقولها ثاني مره، بروح عند حبيس مثلا مقضى حياته عم يصلي مع ربنا، او بروح على الجامع بشوف شخص قاعد بالجامع بزاويه من الزوايا وعم يهدس مع ربنا، عم يصلي مع ربنا. او مثلا رحنا مره على البياضه في بعض الدروس عاملين حبسة هونيك. هودي من دون ما ينتبهوا ومن دون ما يخبروا حدا التقيوا. وين التقيوا؟ بالله. الله. اي جمعهم الله. شفت العظمه؟ هيدي العظمه. وهون بيكون الحوار. اللي عم تقولي انت كثير مهم اني انا هذا موقفي. والابشع وهيدي قلتيها انت كثير قويه، انه موقفي بس انا في ناس عم بيعلمني شو بدي اقول وشو بدي احكي. ساعتها بنشوف هون قديش بيصير بشع الانسان، ما بقى انسان. بتروح شخصيته، وانا بسميها بعض المرات اللي بيمشوا ما في مثل بيقول اذا كان في واحد ومقابله 100 بيقولوا مثل بعضهم. مأكل هذا معه حق، وهودي غنم. هودي غنم. وهيدي هون قديش مهمه، كثير مهم انه الحوار الهدف لا انا ولا انت. الهدف بعيد هو الله. إذا اثنين سوا وصلنا عند الله، فهمتي كيف؟ يعني بعطي مثل صغير كمان تاني كثير مهم هنا. مثلا كان في شخص كثير تقي بالجزائر، شاف أحد الرهبان قال له ياه شو حياتنا حلوة مع بعضنا، بس إيش بدي أقول لك؟ بكرة أنا بكرة بروح على الجنة وأنت ما بعرف وين بتروح. شفتي كيف؟ اليوم لا، اليوم حلو اني انا المسيحي بروح على الجنه، انا المسلم، انا الدرزي، اي كان، لانه نحن بالنهايه
كلنا سوا أولاد الله. أولاد الله، نحن انطلقنا من الله، لأنه الله كل خلقنا وبدنا نعود إلى الله. فهمتي كيف؟ يعني بتشوف إنا لله وإنا إليه راجعون بيقولوا، فهمتي كيف؟ أو مثلا بيقول يسوع الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة. إذا بتشوفي هون نحن بالنهاية كل شيء بدنا نصفي بحضن الله، إذا ما صفينا بحضن الله نحن الخسرانين. مسنيار خلينا إذا في مجال نكون عم نعطي أمثلة من الإنجيل عن الحوار. بدنا ناخذ أول نص كتير حلو بمرقس فصل 12. إذا معكم نجيكم أحبائي فصل 12، ورح بتشوفوا رائع الحوار بين يسوع وبين أحد معلمي ناموس أو إذا بدكم الكتبة، وأدمنه لذيذ. بنشوف بعد مرة، رح نشوف بعد شوي أنه بغير مطرح انقطع الحوار، يعني ما عجبش حكيات يسوع بدهم يقتلوه. إيه 12 آية 28، ولو قريتوا معلشي. وكان أحد معلمي الشريعة هناك فسمعهم يتجادلوا، ورأى أن يسوع أحسن الرد على الصدوقيين. لك شو حلوة كتير مهمة هايدي، أحسن الرد، يعني عارف يجاوبون. إذا مش بس عارف يجاوبون، هو قدر جوابه. شفتي كيف؟ يعني مثلا في مرات إذا أنا ضدك إيش ما قلتي ما بيعجبنيش، شفتي كيف؟ هو لا، انبسط إنه هالجواب حلو، هذا كتير بيغنينا. اليوم الحلو مثلا ليش أنا بقول الجواب حلو؟ ما أنا صار فيه أخده، شفتي كيف؟ مش إنه بس. فدانا منه وسأله ما هي أولى الوصايا كلها، فأجاب يسوع الأصية الأولى هي اسمع يا إسرائيل، إسرائيل كل واحد منا، الشعب الرب إلهنا هو الرب الأحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك. وهودي بالحوار مهمين جدا هودي، لأنه بدي أحب الآخر كمان، لأنه بيكمل بعدين. والوصية الثانية أحبب قريبك مثل ما تحب نفسك، وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين. فقال له معلم الشريعة أحسنت يا معلم. شفتي كيف؟ مش أنت عم تقول أنا ضدك هيك، لا، أنا صار معي مرة شغلة ووقفت شوي قريت الإنجيل شوي. مرة كنت جاية من حمص إلى طرطوس عملية، وقعد بالبسطة أنا ورا، وفتحنا موضوع إزاة الجبل، هالأشياء طوبى للمساكين طوبى للودعاء طوبى لوحبي السلام، وفتحنا الموضوع. ولما وصلنا على مشارف طرطوس، هاي شغلة صارت معي وبتذكرها كتير حلو، على مشارف طرطوس في معي مؤكد مسيحية وعلوية وسنية وشيعة وكل شيء، في مسيحية روم وموانع إذا بديك مستمل يعني من كبتريت إذا بديك. المهم وصلنا هيك، في شخص حد بدي بيقول لي يا محترم هاو اللي عم بتقولهم هاو ذي الإنجيل. شوفي كيف شكل، يعني صار عندنا مثل هذا الإنجيل هذا القرآن، فهمتي كيف؟ إيه؟ قلت له إذا أخيك أساء إليك أنت تسيء إلي؟ قال لي لا. قلت له هذا الإنجيل. اليوم مهم جدا انه مش بس بحيث انجيل انا برفضه، بحيث قران انا برفضه، لا، نحن حكينا شي ساعه صدقيني والناس عم تتطلع وهو عم بيحكي وثلاثة أربعة واللي قدام طلعوا لورا، هذا العظمه. نعم شفت كيف؟ صحيح. هو قد ما انبسط قال لي هذا الانجيل. قلت له احسنت يا معلم، فانت على حق في قولك إن الله واحد ولا إله سواه إلى آخره. ساعتها بأربعة وثلاثين ورأى يسوع أن الرجل أجاب بحكمة. شفت من الجهتين في استحسان للكلام. فقال له ما أنت بعيد عن ملكوت الله. والحلو والأحلى شيء بالآخر هون ما أنت بعيد عن ملكوت الله، هالحوار الرائع. وما تجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله عن شيء، لا، لأنه أبناش يعملوا حوار. هوديك تضايقوا
انه لك شو هالحكي الحلو. مين بده يعمل حوار من هالمستوى هذا؟ ما هو دي كان في مره قبل بشوي لمن ما عجبنش قرروا يقتلوا ليسوع. فهمتي كيف؟ اول شيء لما انا فلان مش عجبني بنهي وقصدة. لما بيكون مختلف عني او فكره غير فكري او ايمانه غير ايماني، دينه غير ديني، ما هذا كله سوا. بس قد ما حلو هل من جهه استحسن الكاتب ومن جهه ثانيه يسوع بيقول له اجبت بحكمه، ما انت بعيد عن ملكوت الله، شو بدك احلى من هالقد؟ يعني انصت على طريق السما. فهمتي كيف؟ ما تجرأ احد. وهي العظمه لازم يجي وقت نحن ما نقبل الا حوار من هالنوع حتى انا بقدرك وانت تقدرينا. يعني ابونا اذا بدنا نستند على هيدا النص، شو بنقدر نستنتج اسس الحوار الناجح انطلاقا من هيدا؟ اول شيء احترام الشخص واحترام الحقيقه. كان يقول افلاطون انا كثير بحب معلمي سقراط لكن بحب الحقيقه اكثر. شفتي كيف؟ بحب الحقيقه اكثر. فاذا انا اذا معلم سقراط ما كانش هيك الحقيقه، هلا شو بيصير؟ اول نقطه الاحترام. احترام كثير مهمه. شو بيصير مرات عديده؟ انا من جهتك ايش ما قلتي انت معك حق، وفلان من جهتي انا ايش ما قلت معي حق. هيدي ابشع شغله. في عنا المبدا بنقول من العالم العربي انصر اخاك ظالما او مظلوما، ما بتسوى ابدا هيدي. لا اذا خي ظالم اذا كان على غلط ما بخليش يظلم. ايه نعم. ما بخليه يظلم ابدا. اذا اول شيء الاحترام، هيدي كثير مهمه. احترام الحقيقه بالاول. فهمتي كيف؟ نعم. ايه بعدين اذا القبيله مخطئ بحترمه، كثير مهمة أنا احترامه هو. ومثل ما قلنا في مرات بسكت أنا، بكون مثلا حتى بكون بعد مسيحية عم بعمل سهرة إنجيلية، شو بعض الأشخاص بعندوا بفكرتهم بتركهم لأن بدها وقت هالكلمة تقدر تمضغ. أنا مرة جيتني ست بنحب نقول لها هلا إن شاء الله تكون عم تسمعنا، اسمها فاطمة مزرعاني، عم تعمل شغل عن الزمن. وحكيت أنا وياها قلت لها شو الزمن بالمسيحية، عم تعمل مقابلة بين الاثنين مش على كون عم تسمعنا هلا. المهم قلت لها شوي، قالت لي أنا مش من رأيك وراحت. بعدين تلف اللي بتقول لي فيك تعمل لي كلمة مكتوبة، ملت لها صفحتين، ملت لها صفحتين، قالت لي قريتهم لو شو حلوين، صارت من رأيك. ايه ليه؟ لأنه في وقت بكون أنا مضغط الشغلة ودخلت بقلبي والشخص ما مضغها، بس هي مضغت الفكره، التقينا مع بعضنا. عم بقول لك لما تلفنت لي حسيتها فرحانه، لانه في مرات كثيره الوقت عامل وقت مهم جدا. السرعه مثلا ما فهمت بالمدرسه الاستاذ ما فهمت، انا عيطت لها لك لا ما فهمت بدي فهمه. اذا عيطت عليه ما راح يفهم. ما راح يفهم. تركتها لما كتبت لها صفحتين قالت لي هلا فهمتهم، هلا فهمتهم. هيدا العظمة، احترام الشخص. وفي مرات السكوت كتير مهم، والسكوت مش احتقار، لا السكوت لأنه صار في حاجز صغير متركه بركي بيطير الحاجز. هيدي اثنان. إذا الاحترام احترام. شيء. احترام. تاني شيء الوقت ولا الوقت سكوت. ناخد وقت كتير مهم. والسكوت ايه. تالت شيء وهيدي رح نحكي عنها، الاستماع الإيجابي، الاستماع المحب. يعني الشخص عم بيقول شو بنعمل نحنا قبل ما يقول بدي بلش احكي، لا خليه يقول هو اللي بدي يقوله، اتركه خليه يقوله. اول شيء خذهم بقلبك، بس يقولهم تأمل فيهم، خذهم بقلبك. وبعدين لانه مثل ما قلنا نحنا ماشيين مع بعضنا، اذا ما ضل اذا مشكل واحد شكل منضل قبيل بعضنا، ما بنلتقى مع بعضنا ابدا، لانه بالاخر بدنا نلتقى عند الحقيقه، عند الحق. ما هو لانه كل واحد مقتنع انه الحقيقه موجوده عنده. أي. ومنلاقي مونسيور انه عن جد المؤسف انه الله هو الحقيقه، وهو يلي انوجد ليجمعنا، هو اليوم يلي عم بفرقنا، ومن هيك نحن بحاجه للحوار. لا مش الله يفرقنا، نحن اذا بدك بنظرتنا لله. ايه الدين، الدين هو يفرقنا. ايه بس انا مسلم وانا مسيحي، فاذا في حاجز بيناتنا بقلنا مربورس الكلمه الرائعه، ما بقى في حواجز
القريب والبعيد صاروا كله قراب لله. مثلا أنا بقول أنا مسيحي قريب ومش مسيحي بعيد، أو المسلم المسلم هو قريب هوديك بعيدين، هيدي ممنوع تكون. ما حدا بعيد عن الله، كلنا فينا نروح عند الله، هيدي أهم شيء. ما نحن أهل البيت وأنتم مش أهل البيت، كلنا أهل البيت لأن كلنا أولاد الإله الواحد. كثير مهمة هالشيء. ومثلا عندك اليهود، إيش كانوا يسموا غير اليهود؟ كلاب، خنازير، هكا يسموهم. شفتي كيف؟ لأن بتقولي مثلا إذا مش من دينك هذا خنزير أو هذا كلب، خلاص كلا باش في حوار. ولين شيء لما أنا بحتقر الشخص يعني احتقرت الله، لأنه هالشخص على صورة الله وأنا احتقرته يعني احتقرت الله. لما اللي بكرمه يعني كرمت الله. نعم. يعني طالما ذكرت اليهود قبل ما نفوت على البريك، بداية الكنيسة انه يعني كان الصراع كتير كبير وقوي بين اليهود والمسيحية، ف شو كان اسباب الاضطهاد ويمكن شو كان لازم يعملوا المسيحية بوقتها لحتى ما يضطهدوا؟ هن اذا بدك على 100 سنة تقريبا كانوا يعتبروا المسيحية قسم من اليهود وتفكير خاص. انت كيف؟ تفكير خاص بهالقسم هذا. هلا شو بدهم يعملوا هن؟ لا، بدن يفرضوا رأيهم، خاصة الفريسيين المتزمتين، بدن يفرضوا رأيهم على لعن يفكر غير شيء. شفتي كيف؟ لا، نحن مثلا إنجيل متى بيقول لهم ها إن العذراء تحمل وترد ابنا، هيك بيقول إشعياء. لا، ما بيقول هيك إشعياء، بيقول ما هن عم ينطلقوا مع بعضهم لأنه انقطع الحوار، ما كان في حوار. والمرة الوحيدة صار في حوار مع جملائيل، شو بيقول لهم؟ إذا كان هذا المشروع من البشر سوف يموت، وإذا كان من الله، إذا أنتم عم بتحاربوا هالمشروع عم بتحاربوا الله. هذا الحوار شو صار هاولي جملائيل هالرائع، كان أكبر معلم هذا، ألا تركون على إيمانهم وأنتم خليكم؟ ليش بس في فرط طريق بتروح عند ربنا؟ في مليون طريق بوصل. نحن العالم 7 مليارات، في 7 مليار طريق. المهم مش شو بقول انا وشو بتقولي انت وشو بقول المسيح وشو بقول مسلم وشو بقول برزي وشو بقول بوزي، المهم الوصول عند ربنا. وهي العظمه كلها سوا. نعم. وعلينا نعرف نحترم الاخر، يعني لحتى انه هو يعني كل واحد عنده طريقه بيقدر يوصل فيها لعند الله. من هيك يعني نتعجب مونسيور انه اليوم لانه بيقتلوه للشخص لانه يمكن اختار غير الطريق يلي هن بدهم اياه حتى يوصل لعند الله. طيب وين الحريه؟ وين المحبه؟ وين الله؟ وين هالموضوع؟ انت نسيتي مربولوس؟ شاول كان اسمه شاول سربولوس، رايحان على البيوت يقتلهم لما يصيروا مسيحيين، لما يصيروا مسيحيين ولحقن على دمشق بالاخره. لكن بعدين انغلب بقوه يسوع. نعم. قال له لا، شو عم تعمل انت؟ انت ليش عم تضطهدني انا؟ مين تضطهد يسوع؟ يعني عم تضطهد ربنا؟ انت شو عم تعمل؟ انت عم تضطهدني انا، مش عم تضطهد هودي. والكنيسه ضلت على 300 سنه عايشه بالاضطهاد. ايه، ولكن بقيوا على ايمانهم، ما تغيروا. هاي العظمه وهيدي قوة الكنيسة. الكنيسة وكل إنسان لما يضطهد بيضعف وبيضيع إيمانه، ولما يضطهد هو بيصير قوي بإيمانه. نعم. هاي العظمة هيدي. فإذا أنا أضطهد يعني عم بخسر إيماني. نعم. وأنا عم بيصير ديانتي حزب. فهمتي كيف؟ أنا حزب، أنا مسيحي حزب، بلا مسلم حزب. هو ساعتها راح الحوار ضيعنا، راح الديانة وراح الإيمان وراح. من هيك يسوع بيقول بالإنجيل من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر. يعني العنف، ولو الآخر استعمل العنف انت ما استعمل العنف. نعم. لو الآخر اعتبر حاله حزب ما تعتبر حالك حزب. واللي عم بيقوله يسوع مش لاس للمسيحي، لكل شخص لما هو بيعتبر حاله انه هو كل شيء وبيعمل اللي بده اياه ما بقى انسان، خلص بده يعمل حاله الله. واللي بيعمل حاله الله شو بصير؟ ابليس. هلا اليوم عم نشوف بالعراق انه المسيحيه عم يفرض عليهم ثلاث خيارات: الموت، الهرب او انكار ايمانهم. طبعا بدنا نشوف وين الحوار هون، وين موقع الحوار هون، واذا في حوار او ما في، ولكن مش هلا بعد هالاستراحه مونسيور.
فإذا مشاهدينا استراحة ومنرجع لكم، خليكن معنا. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع موضوعنا لليوم، الحوار الإسلامي المسيحي انطلاقا من إنجيل متى الفصل 4. لكل اللي كانوا سألوا شو العلاقة بين هالفصل وبين هالعنوان، تم شرحه بالقسم الأول، وانهينا القسم الأول بسؤال عن العراق اليوم. بالعراق اليوم فرض داعش على المسيحيين ثلاث خيارات: الموت، الهرب أو إنكار إيمانهم. أين موقع الحوار هنا أمام هالخيارات وبظل غياب الحوار؟ شو بيعمل المسيحي؟ مونسيور تفضل. هوني إذا بدي قابل بين مثلا البغدادي وبين السيد هاني فحص مثلا، نعم، هذا شخص هلا نحكي عنه شوي أكثر، بفكر هاو اثنين سوا خارجين إسلام، بس اليوم هذا بيمثل الإسلام وهذاك ما بيمثل الإسلام أبدا. لما اللي هالشخص كلهم سوا كانوا حد ورا منه، إنه هالشخص من كرمه مثل بيتكرم أكبر أشخاص مسيحية وإسلام وإشلي آخري، هذا المسلم الحقيقي. لما مثلا عنا بتاريخ الإسلام على كل حال، لما اجوا المسلمون على دمشق كان في شو اسمه كنيسة مار يوحنا المعمدان، شو عملوا؟ وهيدي رائعة بأول خطوة، بس بعدين غيروا قسموها بالنص، انتو بتصلوا هون ونحن بنصلي هون. لما جينا مثلا عمر بن الخطاب لما اجى على أورشليم على القدس ما صلى بكنيسة القيامة، حتى ما حدا يقول هيدي لنا نحن. هيدا هون بتشوفي وين هيدا بين ها وبين داعش. او مثلا وهالشيء هذا انقسمت باثنين، شي ذاته صار برا بحلب، طائفتين مسيحيتين قسموها بالنص للكنيسة. لكن من المؤسف حتى بين طائفتين مسيحيتين صاروا يعلوا صوتهم تيخربطوا على البقيه، وهيك بتصير مرات عديده. يعني هون فينا يعني الواحد ما بده يقول مسلم ومسيحي، انه هو الانسان بالنتيجه مونسيور، ان كان مسلم او ان كان مسيحي، هو الإنسان. يعني الضعف بالإنسان والخطية موجودة بالإنسان، والشر بالإنسان والخير بالإنسان إذا يعني بدك، بغض النظر إن كان مسيحي أو مسلم. مثلا بكن نكمل بعدين مثلا الحكمة أيام العباسيين، نعم، كانوا يشتغلوا كلهم سوا، علماء إسلام مسيحيين كذا. طيب هلأ بالنسبة للمسيحيين يلي حطون قدام هالثلاث خيارات، شو بيقدروا يعملوا؟ هلأ حوار ممنوع. المسيح بيقول إذا اضطهدوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى غيرها، هيك عملوا المعترين. هلا في ناس، وهذا ما حدا في يقول له شو لازم تعمل أبدا، في ناس قالوا لا نحن باقيين، لو بدنا نموت نحن باقيين هون. فهمتي كيف؟ في عن ناس قبضيات مثلا، بعطي شيء غير مستوى بس بقوله أنا مثلا، لسنة الأربعة وثمانين بيجو شخص بيهددوا ليسر كيس رئيس الجمهورية كان وقتها، قالوا له إذا جاء الإسرائيلية قال لن أنا بموت هون وما بطلع من القصر الجمهوري. شفتي كيف؟ هيدي ما فيك تقول اللي حد عمل هيك. وفي ناس بيقول لك أنا بخلص بجلدي، فهمتي كيف، وبموت. هلأ عيام الأرمن في كتير ناس خيرون، في ناس تركوا إيمانهم، وفي ناس ماتوا بوقتها بتعرفي 1,500,000 شخص، نعم. ومش بس الأرمن، في السريان والأشوريين، لأنه الأتراك صبل عليهم شاطرين بالأكل، نعم. بالملايين بيروحوا فيهم بكل بساطة. فإذا هوني فيكش تقولي لشخص شو لازم تعمل. اللي هرب خط الإنجيل، واللي ما نكر إيمانه كمان، من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات، ومن يعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماء. هل هوني حلو نتوسع شوي ونشوف، وعلى كل أنت قلتيها بالمقدمة بس أرجع أشوف أنا شوي، هي شو مستوى الحوار؟ في ثلاث مستويات. أول مستوى أنت قلتيها بالملخص بس كتير حلوي، بس أرجع وتوسع فيهم. عندك أول شيء مستوى العقيدة. على مستوى العقيدة أولا أنا كمسيحي مالي حق هاجم القرآن، وانت كمسلم مالك حق تهاجم الإنجيل.
هيدي كتير مهمة. لأنه مثل ما بتقول القرآن هو كتاب الله، الإنجيل كتاب الله. ومثل ما بتقول أنه الإنجيل أو التوراة مكتوبة بيد بشرية، كمان كل الكتب المقدسة مكتوبة بيد بشرية. فإذا كل مرة أنا بيد بشرية موحى فيها من بها من عند الله، أكو يعني. كله موحى مؤكد في موحى. فإذا هون كتير مهمة. اليوم أنا اللي بقوله للمسلم قرآنك ما بيسوى، انتهى الحوار. لما بيقول لي إنجيلك ما بيسوى أو توراتك ما بتسوى، انتهى الحوار. فإذا على مستوى العقيدة، ليش نحن نقول مثلا أنه كيف بيقول المسيحية يسوع هو ابن الله؟ هذا إيماننا العقيدة، هذا إيماننا العقيدة. وفي ناس بالملايين ماتوا من أجل هالعقيدة. هودي ما في حوار، ما في حوار فيها، ما هو أبدا. نحن اليوم مثلا على مستوى يسوع المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا تألم ومات وقبر وقام. أفي جون مثلا أنتوا كذابين والإنجيل كذاب وهو رفع؟ مين قالك رفع؟ يعني بهذا المستوى مسنيرنا نلاحظ أنه لا نحن فينا نقنع الآخر بهيد الفكرة، ولا الآخر في أن نعنى أنه نتخلى عن هيد من هنا الفكرة. من هنا ما في حاجة، ما في حاجة. بقدر أنا مثلا إذا كنت أنا أبي مسلم بقول له هذا إيماني، وهو مقابلي بيقول لي هذا إيماني، هيدي عقيدتي وهي عقيدتي. هون علينا فقط أنه نحترم إيمان الآخر من دون ما أبدا يمكن هلا المستوى الثاني هذا كتير عم بيصير منه، وبلبنان عم بيصير منه، هو على مستوى ممارسة الأخلاقية. مثلا في عندك بالمكتب البولسية عندهم المسيحية والإسلام في الحوار والتعاون. إيه مثلا هذا الرحمة الإلهية. فأذن في الإسلام في المسيحية والإسلام كتير مهمة. هذا أنا عملت مقال تاني، عملت واحدة عن العهد القديم على العهد الجديد. اليوم فينا نحكي هالأشياء. مثلا اكتشف أنا شوفي بالقرآن الكريم أو شوفي بالعالم الإسلامي أشياء عن الرحمة. شفتي كيف؟ والأبين المسلم يكتشف مثلا لما يقول يسوع طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. شفتي كيف؟ أو مثلا المسلم بيقول الرحمن الرحيم. أو مثلا هناك الرحمة للذين يرحمون. فإذا هون بنقدر نكتشف، بنقدر نكتشف حتى نحن نكون أحسن. قد في تقارب يعني هون نكتشف مثلا تقارب. إذا خدنا الرحمة أو صدقة، إذا بدك الصدقة مثلا حلو، نحن الصدقة ما نخليهاش كصدقة. أنا مجبور أعمل صدقة، ماشي ماشي. كيف لازم تكون؟ بدها تكون بالمحبة. هل بيقول لنا يسوع إذا أعطيت لا تعرف شمالك ما فعلت يمينك؟ لما أنا بعطيك شغلة وبربحك جميلة فيها وبقول لك أنا أعطيتك وبخبر ضيعة كلها سوا إن أنا ساعات ماري تيريز، خلاص. وهي التالتة رح تكون هودي كتير مهمة. إذا كل القضايا بدك ترفعون. الصدقة بدها تكون بدافع المحبة، المحبة مش لأنه مجبورين نعمل صدقة أو لحتى يقولوا الناس أنه عم بيعملوا صدقة. على مرة قلتها، إذا بقينا على مستوى الشريعة يسوع بيقلنا إن لم يتفوق ممارستكم لتتفوق على ممارسة الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني مثلا بقولوا لكم الفريسيين تصدقوا، إذا اكتفيتوا بالتصدق لن تدخلوا ملكوت السماوات. إذا وقفتوا على الزاوية صرتوا تصلوا حتى الناس كلها سوا شوفوك عم تصلوا، لن تدخلوا ملكوت السماوات. وهيدي الأهم شيء، المحبة، الكتبة والفريسيين. هون التالتة ورح نحكي عنها هلا بعد شوي. هذا اللي كنا قصن الكتبة. لا بس إنه الكتبة والفريسيين هذا اللي كنا قصن مونسيور. المحبة. المحبة. نعم. هي أهم شيء كل ممارساتنا. كلهم يعني إذا أنا عم صلي، إذا صلاتي لا تنم عن محبة. في أنا صلي مثل ما عمل الفريسي إجى على الهيكل، أشكرك يا رب لست مثل هؤلاء الناس، لست مثل هذا العشار، فأنا أصوم وأنا أعمل وأنا أعمل. شو عمل؟ بيقول الإنجيل هذا حمل خطية فخطية لم يبرر عند الله. بينما العشار إجا قرع صدره، ارحمني يا رب أنا الخاطئ. كثير مهمة هيدي. يعني المحبة
تعطي لكل أعمالنا. أنا أصوم، أنت مش أصوم بتاكل قتل؟ ما أنا بتذكر كنا صغار كانوا أهلنا يقصونا إذا ما صمنا، شفتي كيف؟ إذا ما صمنا كذا. شو بقول إنجيل؟ إذا صمت ما تعمل حالك أنا صايم يا دي اللي أشتري معتر، أو بيتقاتل هو وبيعصب وبيعصب وكذا، لأنه أنا صايم اليوم. بيقول له ادهن رأسك، حط البارفان، وما تخلي حدا يعرف إنك صايم. أنت لمين صايم؟ إذا صايم للناس، الناس بيعطوك أجرك، وإذا صايم لله، الله بيعطيك أجرك. هل المحبة، وهيدي كتير مهمة، وهوني بدها تكون الحوار الإسلامي المسيحي، هو حوار المحبة. مثلا شغلة مهمة قلتيها أنت كتير مهمة، في مدرسة من المدارس نسيت اسمها هلا، اللي بيصلوا التلاميذ بيصلوا مع بعضهم الصلاة ذاتها. في مثلا عند شو اسمه المتصوفين الإسلام، في صلوات رائعة، هذا رح أقرأ صلاة من هون كمان، في صلوات رائعة، مش أنه أنت صلي كمسلم أنت صلي كمسيحي، لا، بدنا نصلي لنا سوا الصلاة ذاتها. كثير مهم. مثلا إذا أخذنا مزمور، الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. هذه مين فيش صليها؟ مين فيش صليها؟ كل الناس فيها تصليها، شفتي كيف؟ أو كما يشتاق الأيل إلى مجاري المياه كذلك أشتاق إليك، تشتاق إليك نفسي يا الله. إذا في صلوات كل واحد يصليها، شفتي كيف؟ مسنيرو تصديقا لكلامك، انا عندي اصدقاء كثير اسلام مسلمين وكثير بنتناقش بمواضيع الدين، ولا واحد منا يعني ولا مره بنحاول انه نكون عم نقنع الاخر، يعني انا ما بقنعهم لحتى يصيروا مسيحيه، ولا هن بقنعوني لحتى يصير مسلمه، ولكن بس بنكون عم نكتشف شو في غنى عن الاخر، وبنكتشف انه ما في عنا ابدا اي سبب للخلاف، يعني إن كان بالقرآن الكريم أو بالإنجيل في آيات كثير قريبة ومتشابهة، بتدعي للمحبة، بتدعي للتسامح، للمغفرة. يعني يمكن هو الأساس المشكل هو الجهل، منجهل شو عنده الآخر من غنى، والآخر بيجهل شو عنا من غنى، ولكن لما منتحاور ومنكتشف قدي في غنى عند اثنين، منكتشف قدي حقيقة نحن قراب من بعض. لكن الجهل قسم من القضية. بالماضي كان يقول أفلاطون المعرفة تعطي الفضيلة، لا ما بتكفي، المعرفة كتير مهمة، ان انا اعرف المسلم والمسلم يعرفني، بس في الارادة كتير مهمة. في ناس صحيح. مع المعرفة بدها ارادة، لانه نحن عندنا الارادة، نحن منطلقين من الارادة انه بدنا نتعرف على الاخر، المعرفة عم بتكمل هيدا الشيء. رأى اعطيك مثلا صغيرين، واعطي مثلا قلتي انت روعة، مثلا ابنه لا سيد هاني فحص، لك شو بيصلي؟ يا من تحل به عقد المكاره، ومن يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت بقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، أنت المدعو للمهمات. وفي يقول قد ما بدي، فهمتي كيف؟ ونهار ذاته كما في ناس مسيحي صلوا الخوري مكرم إزاح بيقول ربي وإلهي يا مالئ الكل بحنانك وغامر الكل بعطفك، أسجد لك على كل ما صنعت ولا تزال، وبخاصة على أصفيائك وأحبائك، ها نحن مجتمعون اليوم إلى آخره. منات فينا نصلي الصلاة ذاتها مع بعض. اثنين، انت قلتي لي كلمة كتير مهمة، في اثنين عم يتطببوا بالسرطان، واحدة شيعية واحدة مارونية، شاركوا عم تسمعنا هلا، اسمها نجوى طعمة باسيل، نعرف نوجه لها تحية لنجوى. كتير مهمة هيدي، كانوا مع بعضهم، عم يتألموا مع بعضهم، عم يتعالجوا مع بعضهم، مش انه هيدي هيك، لا. ولما توفت الشيعية، لو بتشوفي بنتها قديش تعلقت بنجوى، وطلبوا منها لنجوى، مع انه افش عندهم هن الاربعين، طلبوا من نجوى تتحكي عنها هي كلها سوا، بكت الناس كلها سوا بالحسينية، بكت الناس كلها سوا، وتشوفي
يعني كانت هي حزنان عليا اكثر من اهلها. فاذا ها بنشوف، فاذا عندنا اول شيء على مستوى هذا، بعدين الجيران. الجيران عم بعطي امثله كثير، امثله حلوه اكثر ما فكركم. عندي ابن خالتي باستراليا، بعد مرات بيجي بكير قبل مرته. مين جيرانه؟ من طرابلس، هو ماروني وهي سنية، بيجوا من طرابلس. بتقول له هلا مرتك تعبانه تعال تغدى هون، بيتغدى هون كانه بيته، كانه بيته. هاي المحبه اللي نحن ممنوع انه انا الجار حط بيني وبينه حاجز. شفتي كيف؟ لا بديش بالقلب. نحن اليوم منشيل كل الحواجز وهالاشياء البسيطه. اليوم شخص، انا مره كنت رايح على اوروبا، وصلنا على بلجيكا وفي ست مسلمه ومضيعه الامور كلها سوا، تركت كل شيء، وانا مبين كاهن، تركت كل شيء، رحت معها ساعدتها زبطت لها وراقة وكذا وارتاح ضميري. فيقول هذه مسلمه شو بدي منها تدبر حالها. هيدي علامه، مش بس ما بقيت مسيحي، ما بقيت انسان، ما بقيت انسان. يعني في اول شيء على مستوى الانسانيه البسيطه لك قديش، وخصوصا المحبه، ما هيدي على صوره الله وانا على صوره الله. فاذا اثنيننا نحن بنمشي تنوصل عند الله. نعم. إيه؟ مونسيور، قبل ما انتقل للاسئله، اسئله المشاهدين، هل الحوار بيكون بين دين ودين، بين كتاب وكتاب، او بين اشخاص بريدوا هيك انه يعيشوا معا الاحترام المتبادل؟ مثل ما قلنا كثير بيعملوا شو اسمه حوارات، وبيعملوا، اعطيتك هالمثل هيدا، هودي صاروا بالعدد 40، صاروا بالعدد 60، مثل صاروا هودي هالكتب هيدي. وعم بيصير حوارات بين الإيرانية من جهة وبين النمسا، عم بيصير بأوروبا كثير أشياء، بالنرويج، وين ما كان عم بيصير حوارات، هيدي موجودة وين ما كان. هذا كله بيوضح أمور، أنت حكيتي إنه الجهل بشع كثير. فإذا هالحوارات كلها سوا اللي عم بتصير بتعرف الناس على بعضها. بس أنا هلا عندي كتاب هون كمان، هذا آخر كتاب يمكن، محمد السماك مشهور بالبيدا، الإسلام والآخر. وعنده طريقة هون روعة، اللي بيقول منو الآخر، كيف أنا بيتعامل مع الآخر. وهذا مطبوع بمطبعة مسيحية. كتير مهمة هالأشياء، كل الحوارات إن كان على مستوى الأديان أو على مستوى الأخلاق أو أي شيء كان، كلها مهمة. لأن منتعرف على بعضنا بيروح الجهل، بتروح الغباوة، وبتروح كتير كتير حواجز. ليش عندي أصدقاء، لما كنا بالثانوية كنا 45 أستاذ، عيد اليوم عيد الأضحى يعني عيدنا كلنا، عيد الميلاد عيدنا كلنا، أنا كنت تقريبا مسؤول، عيد بطرس وبولس عيدنا كلنا سوا، بيتذكروا لحد هلأ، لأن صار لي زمان من سنة 77 تركت المنطقة، أنا بعد بيتذكروا هالأمور. نحن نعيد مع بعضنا، نصلي مع بعضنا، نعيش مع بعضنا، نساعد بعضنا. شفتي كيف؟ قديش هيدا هيدا. وانا اللي بدي اقوله، نحن اكثر شيء اوزينه هلا مع الحوار مؤكد، ومع الكتب، ومع الابحاث كلها حلوه، بس اكثر شيء اوزين المحبه، نحب بعضنا، نحب بعضنا. لو بتشوف محمد السماك لما صارت هو تبع بلاش شو كتب، ومره قلت لك مره يعني الإسلام كله قايم ضد داعش وتصرفات داعش. حتى في عندي أصدقاء كمان بحكيهم دايما مونسيور، قال نحن صرنا نخجل نقول إنه إسلام على يعني كل أردوغان بارح، أردوغان بارح وقت استقبل القداسة البابا فرانسيس بيقول بكل بساطة، بيقول بكل بساطة إنه هالهجمة على الإسلام وكذا، كتير تضايق له لأنه عمليين. شو عم بيصير؟ إذا هالوجه هو الضربة، إذا عندك مثلا سحارة تفاح صندوقة، وعندك واحدة مهرية، إيش بتشوفي أنت؟ المهرية. هلا صارت إسلام مليار وأبعرف شدايش، صار كله داعش. فإذا نحن مش لازم نحن كغير مسيح الإسلام نحن نحكم على الإسلام باسم داعش. شفتي كيف؟ بالقلب. نحن لازم نقول نحن بنخجل، ونحن بدنا، وهون بيقول هذا، بيقول ليضئ نوركم أمام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا الآب الذي في السماء. إذا أنا المسيحي
بعمل أعمال حسنة ومجد الله. نعم. وأنا المسلم شي ذاته بس بقول من تاني جهة، تقولون لا تسرق وتسرق، لا تزني وتزني، إن اسم الله يجدف عليه بسببكم. معناتها أنا كمسيحي إذا عملت شي عاطل الناس بتجدف على الله بسببي أنا. وإذا أنا مسلم وأنا شو أي دين بدك إياها، نحن إذا بدك إذا أنا بؤمن بالله لازم بيض وجه الله. نعم. بأعمالي. نعم. باحترامي، بمحبتي للآخرين، بتراجع بعض مرات، بغفراني بنغفر لبعضنا. نعم يعني، نعم يعني بستنتج من كلامك مونسيور أنه الخطر على المسيحية، لأنه يعني من ضمننا نقول أنه في خطر على المسيحية من الإسلام، الخطر على المسيحية منه من الإسلام ولكن من المسيحي ذاته لما ببطل يعيش القيم المسيحية، والخطر على المسلم منه من المسيح أو من الآخر لكن من المسلم ذاته لما ببطل يعيش القيم الإسلامية المضبوطة الموجودة بالكتب. صح 13 مرة. شكرا أبونا. بدي عم بيقول لي المخرج أنه الوقت انتهى لازم نفوت ببريك، ولكن في كتير أسئلة وكتير إيميلز، وبدي أعتذر مسبقا من الأشخاص أنه ما رح فيه مرقهم كلهم اليوم. رح جرب قسم هلا وقسم بعد البريك إذا ما كان في عنا اتصالات، ولكن في مثل بعد التعليقات رح أقريهم سريعا وتعطي رأيك فيهم كمان بطريقة كتير سريعة. أنت لخصيا أحسن. دكتور فيليب بيقول حسب نظرتي تعبير مثل الحوار الإسلامي المسيحي أيضا يجب أن تتغير، فهي مثيرة للشك وجدل. نحن نريد أن نتقارب في حياتنا اليومية، أولا لأن محاولة الحوار عن كيفية التقارب اللاهوتي غالبا ما تدخلنا في متاهات متعبة كما حصل في الماضي. ببساطة بدنا نشوف انه شو بده اخي المسلم مني وانا شو بدي منه، هيك منبلش، يلي بيجمعنا منزيده، يلي بيفرقنا من بعده. بدنا نبني جسور الثقة ليكن شعار لقاءاتنا المحبة المسيحية الإسلامية تجمعنا. كلام رائع لدكتور فيليب، نشكرك على هالمداخلة. كمان منال داود بتقول نبدأ أن نقول لهم، هيدا مثل وكأنه جواب على دكتور فيليب لأنه دكتور فيليب كان حاططها على بوست عندي على الصفحة، بتقول أنه نبدأ أن نقول لهم على ماذا نختلف. كلنا خلقنا الله والأكثر من ذلك، خلق الله آدم وحواء قبل الأديان وليس الأديان قبل. إذا كلنا لله وكلنا نعبده. الأديان خلقت بسبب الخطية وعدم إطاعة الله وعبادته، فعلى ماذا نختلف ونتحارب؟ الأجدر بنا جميعا أن نتوحد ونتكاتف إنسانيا بدل الشجار. الله هو الديان الوحيد على إيماننا وتقوانا به، وندع الشأن بيده ولا نتدخل في أمره. وأخيرا الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حسن حياتي فممن أفزع. يعني هيدي الصلاة يلي كل بيقدر يصلي. إيه. كمان منشكر منال على هالمداخلة. في عنا كمان طارق بيقول بخصوص موضوع الحلقة، أنا دائما بقول لو كل واحد عمل بتعليم دينه وعاش تلك المحبة ومكارم الأخلاق لكان العالم الآن يعيش بسلام. دعينا من التسميات، هذا مسلم وذاك مسيحي والآخر بودي، خلينا نتعايش كإنسان واحد وفي كون واحد. يا أخي اعبد النار لكن لا تحرقني بها، أو اعبد صنم لكن لا تضربني به. لا للاضطهاد باسم الدين، الكل حر فيما يعتقده، والله هو اللي راح يحاسبنا عن كل شيء وهو أرحم الراحمين بنا. هذا الإيميل من خينا طارق من الجزائر، كمان من وجه له تحية. بتحب تقول شيء مونسيور الضيف؟ يعني عم يجوا يزيدولنا غنى على الحلقة. في سؤال من خينا هيكل مهنا يلي افتكر أنه ما عم نطرح سؤاله يعني لسبب ما، ولكن اللي قلته لهيكل برجع بقوله لكل المشاهدين اللي عم بيبعتوا ايميل او اسئله، او يعني عم بيجينا اسئله على عده اماكن واحيانا ما بلحق انه زور كل الصفحات وكل المحلات اللي عم بيبعتوا لنا عليها اسئله لحتى شيلهم، واوقات يعني بيسقط سهوا اسئله ما بلحق اسالك اياها مونسيور. فافتكر هيكل انه في عنا شيء خاص له، بعتذر على التاخير. هيكل بيسال هل تقدر النفس البشرية أن تقترب من الله من خارج المسيحية والإسلام؟ مؤكد. نحن في عنا كلمة أساسية، أهم كلمة بحياتنا هي الضمير. كل إنسان عنده ضمير، وما هو الضمير؟ هو صوت الله فينا. نعم. مربولوس بيقول هودي عندهم شريعة، ولكن المنش مؤمنين بالإله الواحد هن عندهم شريعة
ضميره. نعم. وهيدي كتير مهم نقول له لهيكل مشاي. نعم. ايه معه حق. نحن الضمير مثلا لما قايين قتل هابيل شو صار؟ صوت الله قال له ماذا فعلت؟ وهذا صوت الله لا يمكن يتركنا حتى الموت. نعم. إذا كنا عمين منيح بهنينا وإلا بوبخنا. نعم. ولو أني بعد في كتير أسئلة ومضطرة فوت بريك، بس هيدا سؤال كتير ملح من الأسبوع الماضي، بيسأل بخصوص الحجاب وأعمال السحر التي تقف في طريق الإنسان وتحجب عنه الفرح والسلام الداخلي. يعني عم بيحكي عن السحر والكتيبة بهالأمور، بيقول اسمه الحجاب أو السحر، بيكون في حدا مثلا بيعمل له حتى فلان ما يتوفق بحياته، وخصوصا في البحث عن الشريك يعني بتسكر الأبواب عليه، فما هي الحلول؟ هل هيدا شيء مظبوط مونسيور؟ هي كلها سوا كذب وتضليل وبعدين تأثير نفساني على الناس. يعني ما في شيء انه حدا بيكتب او بحط حجاب. هلا اذا كان الشخص ضعيف بيأثر فيه نفسيا مش دينيا. نعم. انا مثلا مره في ست عروس واخذوا عند احد الاشخاص، قلت له انت بس قولي له يا يسوع انت معي، ما ادري عن شيء ابدا ولا اثروا فيا. فاذن ليك انا مثلا قال لي بكتب لك انا، قلت له اكتب لي انا عندي 300,000 صفحه يزيدوا صفحه بعد. فاذن ما حدا بيقدر ياثر على هالاشخاص كلها سوا، بياثر نفسيا. نعم. بتاثر على بنتك مثلا، بتقدر تاثر ايجابيا او سلبيا او بسيكولوجي او بارا بسيكولوجي، بياثروا على الناس، بس هودي ما فيها شيء يعملوا شيء ابدا. نعم. ولا بياثروا، هي كلها ضلال وكذب، وبعدين بياخذوا المصاري من الناس. نعم. بياخذوا المصاري من الناس وبيخربوا لهم بيتهم. لازم نبعد عنهم كليا. نعم. رح نبعد، ننصح خينا انه يبعد عن كل هالامور وبس يسلم امره لله وبيصلي. فاذا نحن مضطرين نفوت بالبريك استراحه مشاهدينا، وبنرجع لنتابع لقائنا، خليكن معنا. وصلنا مشاهدينا للقسم الأخير من حلقتنا، وهو القسم المخصص لاتصالاتكم. فإذا بتحبوا تشاركونا بموضوعنا حول الحوار الإسلامي المسيحي، تقدروا تتصلوا فينا على رقم تليلمير 01-255-500. وإذا كنتوا من خارج لبنان كمان منحب كتير أنه تكونوا عم بتشاركونا بهيدي الحلقة وتغنونا بخبراتكم. ما تنسوا تحطوا 00961-255-500. فإذا قبل ما نبدأ بتلقي الاتصالات، رح أذكركم بعنوان الحلقة المقبلة مونسيور، أنه للأسف ولكن الأسبوع المقبل مبدئيا رح تكون الحلقة الأخيرة للكلمة، لأنه بتعرف في بعدين شبكة عيد الميلاد، فمناخد هيك استراحة تنكون عم نعبي على أمل أنه نقدر نرجع بالموسم اللي جاي بإذن الله. فرح نحكي طبيعي أنه نكون عم نكرس حلقة للميلاد لسر التجسد، رح يكون عنوان الحلقة سر التجسد، ابن الله صار إنسانا. كمان بحب ذكر أنه إعادة لهالحلقة فيكن تبعوها بكرة الأربعاء الساعة 3:30 على نور الشرق، وليلة الساعة 1 بعد نص ليل يمكن على نور سات، والخميس الساعة 1 الظهر على نور سات. ورح نبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. ألو سلام المسيح. نعم ممكن تعلينا الصوت. ألو سلام المسيح يا أختي. يا هلا وسيم، بدنا تعلينا تحياتي لحضرتكم. يا أهلا وسهلا. تحياتي للأب الفاضل الكريم بولس الفغالي. شكرا. أنا بس بدي أقول له أسأله سؤال بسيط. تفضل. عم تسمع مسنيار؟ إيه؟ أنا بدي أسأل السؤال لحضرة الأب الموقر. ماذا ترد على الأخ المسلم حينما تبشره بكلمة يسوع المسيح والبشارة، حينما يقول لك أنت كتابك محرف لا أستطيع أن أستمع إليك؟ ماذا ترد عليه حضرتك؟ وشكرا. أهلا. أول شيء ما حدا بيقتنع بكتاب ولا بكلام، أول شيء يقتنع بحياتي. إذا حياتي عم بتخلي الإنجيل حاضر وعيش قدامي مثل مير تيريزا، أوكي. هلأ أنا قلت أول كلمة إنه نحن ما لنا حق نحكي عن كتاب الآخر. لما اللي بيقول لك كتابنا محرف، معناته عم بياخذ مبدأ أو تفكير مسبق
هذا ما بده يحاور انه انا اقوى وانا بقول لك هيك ومش عاجبك هيك عاجبك، ما بتسوى هيدي. نحن اول شيء لما اللي نحن بكون عندنا هالانتباه وهالشيء اللي بنعرف نحن انه روح القدس والذي الهم الكتب المقدسه، نحن ما بنخاف ابدا. ولو قالنا محرف مثل انا في اقول لك انت يا خوري بولس انت وصلت السيرتيفيكا وما بتعرف شيء، قول اللي بدك اياه، بس معناته هذا شخص رافض الحوار وحيقول لك انا وحده معها حق وانتم ولكن حق تحكم. لذلك هيدي كثير بشعه، ولو انا قلت له كمان قرانك ما بيسوى كمان كثير بشعه. نعم مونسيور، هو يمكن في عنا مشكل اذا بدنا نقول انه بعض المسلمين بيعتمدوا يمكن لاكتشاف الدين المسيحي على الاناجيل المحرفه، وهون عم بفوتوا يعني بافكار كثير غلط والكنيسه ما بتعتبر يعني ما بتعتمدها، وهيدا عم بجهه مع كثير اشخاص يعني عم بكون عم بتواصل معهم، يعني بيطلعوا لي بافكار وبجمل بجواب ماخوذه من اناجيل محرفه مش موجوده بانجيلنا. فكمان هون يعني قلتيها صح، بس انا قريت هون عند احمد السماك ها. نعم بيقول لك في ثلاث اشياء تحريف. في تحريف اول هو التحريف بالتاويل او بالتفسير. نعم. هذا التحريف اول. في تحريف ثاني بيقول في بعض مقاطع محرفه وبعض مقاطع مزبوطه. نعم فهمتي كيف؟ بس في القسم الثالث وهودي الجذريين كل الانجيل وكل التوراه محرفه. نعم. ولذلك يجب ان ترذل، مع انه القران الكريم بيقول لهم التوراه والانجيل والزبور او المزامير بيذكرهم، لو كانوا محرفين ما كان بيذكرهم القران. نعم نشكر اتصالك خينا وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك وبقلب كل شخص على الكره الارضيه وبالكون كله. سلام المسيح بقلبه. ممكن تعلي لنا الصوت شوي؟ الو. نعم بركي وسيم بعلي لنا الصوت. هون مش عم نسمع يا وسيم. الو. نعم تفضل. اوكي الو بونسوار. يا اهلا. سلام المسيح بقلبكم وبقلب كل شخص بينبض في قلب روح محبه ورحمه على الكره الارضيه. امين. ويسوع المسيح اجى من شير كرمال الرحمه. بس في موضوع ابونا غريب عجيب، يعني هذا كل ما اجتمع ثلاث اربع اشخاص بملايين البشر اللي على الكره الارضيه بيحكوا فيه، ما بعرف انت اذا فيك تنورهم او تحكيهم عن هالموضوع اللي رح اقول لك عنه. ابونا في موضوع الجن وما الجن، وكان واحد مصاحب جنيه طبسته وبس تحددته اذا تركها بتقتله وما بعرف شو، هذا ملايين البشر بيتحدثوا بهالموضوع، شو فيك تنورنا عن هالموضوع ابونا؟ شكرا شكرا. رح يجيبك الأبونا. نحن بإيماننا أول شيء عندنا الله اللي هو عائلة بيستقبلنا، هو آب وابن وروح قدس. هل في عندنا كمان من تاني جهة كمان عندنا الملائكة، هالملائكة موجودين مثلا بكرة أو من حد الماضي كنا عم نحكي أرسل الله الملاك جبرائيل، وفي ما بينهم كمان أكد الشياطين اللي هو بيجربونا. هلا بإيماننا ما في غير هودي، الجن والعفاريت وهو كلهم سوا، هودي بالنسبة للعلم اليوم كله سوا، وكل اليهود ما حدا بيأمن فيهم أبدا، في بس في التيارات الإسلامية بتأمن فيهم، بس هودي لا في جن ولا في عفاريت، هو كلهم سوا غير موجودين. نشكر اتصالك ونأخذ المشاركة. سلام المسيح. الو الو. نعم سلام المسيح. الو بونسوار. بونسوار ماري داو من امريكا. اهلا ماري. نورت. كيفك؟ الحمد لله. اشتقنا لكم جمعة الماضي. شكرا. انا بس بحب اقول انه بس اعطي مشاركه، يعني الحوار الاسلامي المسيحي بعتقد كلنا فينا نتعلم من المحاضرات على النورسات مثل ما بيتفضل ابونا بولس، وفينا نتعلم كتير وكل العالم مش بس اللي بيحضروا نورسات عن البابا وكيف عم بيدخل بالناس وبكل جمعيات الأمم. حتى CNN اليوم عبكرة كانوا حاطين عن اجتماع البابا ليه من كل رؤساء الدول والأديان من كل دولة كل أنواع الدول بالفاتيكان
وبده يحكي عن الغاء عم يحكوا بلشوا انا شفتهم بالاخبار عم يمضوا الورقه للاتفاق معهم مع البابا بتكميل هالسينودسات اللي عم يعملها او الاجتماعات اللي عم يعملها الدينيه للمحافظه على كرامه الانسان والغاء الفقر وكل هالاشياء هذه. يا ريت كلنا نرجع انسان وبشر ومنحارب بعضنا بعض اذا كنا ما عم نحترم الانسانيه. وانا بشكركم كثير وزعلان كثير انه حلقه الجاي اخر حلقه ومن هلا بحب لكم ميري كريسماس والله يحميكم ويخلي لنا اياكم وابونا بولس كلاد وانت بخير على الشاشه هالمره. خلينا اياك ميرسي. صار عمرك 80 سنه. ميرسي خلينا اياك. يلا باي باي. باي باي ثانك يو. ايه ناخذ مشاركه بعد انت انا بنتمنى ناخذ مشاركه. سلام المسيح. اتصال جديد. الو الو نعم الو تفضلي. الو نعم سلام المسيح معك. الو احنا عم نسمعك. الو ابونا بولس. ايه اهلا انا سامع حبيبتي. ايه سلام المسيح معكم ومع تريز معي ولا عم تحكوا مع حدا غيري؟ لا معك انت عم بحكي. انا سونيا زوين من امريكا عم بحكي. اهلا وسهلا. اهلا سونيا تفضلي. ابونا عم تحكي لنا الي وماري تريز عم تحكي حدا غيري؟ لا معك عم نحكي سونيا تفضلي. ايه ابونا بدي اسالك سؤال. انا صلاه التقسيم يسوى نقولها بالبيت اولى انا يعني لانه انا كنت صليها قالوا لي لا ما بيسوى. هي اساسا بالكنيسه صلاه تقسيم محفوظه للكهنه ومش كل الكهنه محفوظه لكهنه مخولين رسميا من المطران او من غير المطران يعني البطرك او غيره مش حتى مش كل واحد كمان له حق يعمل صلاه التقسيم ومؤكد علمانية لا ابونا بليز بدي اسالك سؤال. اهلا عندي بنت مريضه كثير كثير لأنه شفنا بقلب الزريعة. سمي سمي مدام يلا رح استفعت لزغير رح يتزبط. سمي نعتذر منيك ونعتذر من كل المشاهدين على هالإزعاج ولكن كان عنا عطلة صغير لزبط الصوت. تفضلي يا سونيا من أمريكا. نعم تفضلي. أنا شفت بالزريعة بيضة بيضة الدجاج بالزريعة أنا عم غيرها عم سويها قالوا لي إنه هاي كتيبة. صلي صلاة التقسيم صلي صلاة التقسيم وبنتي عم تمرض من وقتها بنتي عم تمرض عم تضل بالمستشفى لا 21 يوم بالمستشفى شالوا لها كلوتها وعم بتقضي كتير وأنا عم بمرض وابني كمان عم ببلش يسخن عم بصير عنا كتيبة شي بالبيت بدي أعرف كيف بدي أعرف أنا إذا هيدي. أهلا وسهلا حبيبتي. أول شيء عملت صلاة. أنا صلي كتير. الله يقبل منك ليك. والخوري بيجي بيعمل لي قداس بيتي يا أبونا. معناتها الكتيبة ما رح يكون لها تأثير يعني إذا كان مضبوط كتيبة. ما رح يكون لها تأثير عليكم. لا ليك يا أختي ست سونيا. اليوم أول شيء أنت عملت التقسيم تغير شيء؟ ما تغير شيء. لا ما تغير شيء بس. أول شيء ثاني شيء اليوم. اشوف اشياء هيك. ايه ليكي اول شيء اهم فيها خدي مني جواب حبيبتي اسمعي يا عم هليك. اول شيء في كتير تصورات وقد ما الناس بيحكوا عن الكتابه وعن اشياء عديده كتير بيحكوا عنها قد ما نحن صرنا عم نضيع بافكارنا. خلي يكون ايماننا هو الاساس. ربنا بيعطينا الصحه بيعطينا النعمه حتى نعيش بالصحه. واذا كان في مرض بحياتنا كمان احنا ربنا بيعطينا النعمة حتى نقابل المرض. وما تفكري لا الكتيبة بتعمل شيء لا الكتيبة بتعمل شيء ولا التقسيم بيعمل شيء وكل سوا هو يعمل شيء ابدا. سونيا بنشكر اتصالك وناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. الو اتصال جديد. نعم بونسوار. سلام المسيح. بقلبك. قالوا سلام المسيح. بقلبك تفضل. عم نحكي معك. بونسوار. يا أهلا. نعم.
نحن سمعينا. معك فيصل من دبي. مسيح أهلا وسهلا. إيه تفضل خينا أبونا. بس بدي أسألك قبل شوي حكيت عن موضوع أنه الجن والعفاريت والهذا مش موجودين و... هذا بإيماننا. مش موجودين هذا بإيماننا المسيحي. إيه بس نحن نعرف أنه بالإنجيل هذا الشيء مذكور. لا أبدا. تعطيني المرجع حبيبي. هم يعتبروا أبونا الجن والعفاريت يعتبروا من كاتيجوري للشياطين. هذا تفسير وبحترم تفسيرك أنا، بس هودي ما حدا بيفسر هيك حبيبي. الجن والعفاريت غير الشياطين. أي مش دخلي بشي. الشيطان هو من يجربنا حتى نقع في الخطيئة. مش أنا بدي جينين مع الشيطان مثل ما قالوا هاي قلبتنين مع الجن. لا هيدا نحن مش هيدا خلاص. هودي بزمان كان يحكوا عن الآلهة بالماضي، إجا زيوس وأخذ أوروبا يعني من صور وتزوجها. هودي على أيام الوثنية. نحن اليوم تواحد يتجوز الجن والشياطين والعفاريت، هودي خبريات كلنا سوا، هودي كلها بتصورات ما لها أي قيمة أبدا، وبترجعنا مش لقبل المسيح، لا لا 5000 سنة قبل المسيح. هلا اليوم تطور العلم يعني يمكن ما بقى الانسان كثير ماشيها وكله سوا. ماشيها وكله سوا. إيه؟ نشكر اتصالك خينا من دبي ودائما اتصل فينا وبناخذ مشاركه جديده. سلام المسيح. الو الو. نعم سامعيني. انا مسلم. انا مسلم. السلام عليكم. اهلا. وعليكم السلام. ايه عليك السلام. انا كثير حبيت الاب وكلامه، ويعني هاي انا اللي بفكر فيه من انا وصغيري، عمري 7 سنين. على فكره انا فايتة على كنيسه واخوني مطعمين الاسباني عندكم. اهلا وسهلا فيك. بس انا مسلمه لاني انا يعني افتخرت ربي من انا وصغيري عمري 10 سنين عشان الله يديني على الطريق وعلى الايمان اللي الله بحبني عليه. فانا شفت الرؤية اللي روح اللي يعني القدس، احنا كنا الان بنقول عن روح القدس يعني نقرا، فربنا أرجاني يعني اللي أنا متغاية والحب والروحانيات بدين الإسلام. فأنا كتير بحب الدين الإسلام بس بطريقة اللي أنتوا عم تحكوا عليها، يعني بطريقة اللي بحب كل الأديان وكل البشر. حلو. يعني قبل الأب اللي عم يحكي يعني ما شاء الله أكنه فات لقلبي وعلى كلامه وعلى الجمال اللي عنده إياه. يعني فعلا بحببني بالروحانيات وبكل الأديان إذا عندنا هالروحانيات وهذا الفكر وهاي العقل، هذا هو الدين المضبوط بالإسلام وبالمسيحي وباليهودية وبأي دين بالدنيا. هذا هو الدين اللي أنا عم بدور عليه بالحياة إلي 20 سنة. الإسلام تم والله يباركك وهو يوجه لك طريقك. شكرا أخنا على هالإتصال. أنا كتير حبيت كلامك وكتير حبيتك يعني ما شاء الله يعني عليك. أنا هذا اللي عم بدور عليه. أنا عايشة هاني برا يعني ماركو أوروبا، وأنا عم بحكي مع المسلمين وأنا هذا هو فكري إنه الإسلام جمال الله. يعني أنا لو عندي دين إسلام بس أنا شايف جمال الله بالدين، ما عندي يعني مشكلة إنه أنا مسلمة أو مسيحية، لا لا أنا شايف الجمال. حتى بسمعكم كتير على القنوات المسيحية وبسمع كل اللي بيحكوا بالموعظات لأشوف أنا وين جمال الله عندكم أو عندنا أو عند أي دين بالدنيا. نعم صحيح. أهلا وسهلا فيك والله يوجه لك طريقك وتضلك متعلقة بالرب. نعم نشكرك أختنا كتير على هالاتصال، ويمكن وصلتينا لفكرة أنه بدنا نقولها كمان أنه مش الإنسان أنه يكون مسيحي أو مسلم، المهم بس مثل ما قالت أنه هيك يفتتن بجمال الله ويعكس هالجمال على الآخرين. شكرا على مشاركتك ومنأخذ كمان مشاركة. الو نعم. الو بونسوار. بونسوار. بحييكم بالبرنامج وبحيي الابونا فغالي. ميرسي. ومعك رمضان. انا بعزي اهلي فغالي اول شيء. انا خليت صحته لابونا فغالي. نحن كمسيحيه. نعم تفضل. سامعينك. ابونا بس لك شغله، في كثير بفوتوا على الكنيسه بيصلوا بس من جوا شيء من برا شيء. يعني بفوت تيصلوا اوكي بس يطلعوا على برا خلاص بيكونوا غير دين.
شو بقول يسوع؟ لا تدينوا لا صرت عن سبع ليل يا بنتي. أباش أوزي خوري بولوس بالله الله أويك. لا 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 بسط فيك. أنا عملنا الحلقة بالجمعة الماضية. كملي حبيبتي. يا أبونا. لا تدينوا لألا تدانوا. مثل ما قلت ماري فريز كثير حلو من كلامها. لا تدينوا لألا تدانوا. أنا لما بروح على الكنيسة أنا راي عند يسوع ما بتطلع لا شمال ولا يمين. مزبوط مزبوط أبونا. يعطيك الكلامر. أيش بدنا منه؟ يعني عديت الكلامر. أنا خليت ميرسي مرسي أهلا. طول عمرك. مرسي. باي. شكرا. باي. نأخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو. ما سمعت. يمكن انتهى الوقت. خلص الاتصال. في اتصال. أوكي. بفتكر أبونا الأفضل إنه نختم. صار عنا عطل ما كتير عم بقدر أسمع على الرجل. أفش عندك هودي بدك تعملين هودي؟ لا بفتكر الوقت انتهى. يعني الوقت انتهى خلاص. الوقت انتهى بعتقد ولازم نختم. أكيد في عندي بعد كتير أسئلة مثل ما كنا قلنا في رح اليوم للأسبوع المقبل. الأرجح يمكن جاوب الأكترية على الإيميل أو مثل ما بعتين يعني برجع بردلهم لحتى ما نطرهم أكتر ورح يتكدس بعد أكتر اتصالات أسئلة. فإذا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم اللي كانت كتير حلوة كتير استفدنا فيها سنيور مرسي كتير واستفدنا من اللي حكيوا ومن الاتصالات ومن الأشخاص اللي شاركونا على الفيسبوك وبعتونا رسائلهم. فإذا مسنيور بدنا نختم معك بزغادة روحية. كل اللي حكيناهم بكلمة المحبة. لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة أنا نحاس يطن وصنجون يرن. كل شيء مبني على المحبة. لما يكون في محبة بينسى أنا من أول جاري إن كان مسلم أو مسيحي من طيفته غير طيفته. إذا نحن منعيش المحبة صار الله موجود معنا مثل أبوه الإنجيل حيث يجتمع اثنان وثلاثة باسم الله الله بيكون بيناتهم. وبس يحطوا الله بين يحطوا الله على جنب ساعتها بتكون عايشين بجهنم بدون ما يعرفوا. شكرا مونسيور. فإذا مشاهدينا مع هالدعوة لعيش المحبة لو شو ما كان إيماننا ودينا وبدأكم على أمل أنه نلتقي بإذن الله قبل مع حلقة جديدة من برنامج الكلمة. الله معكم.